هل خرجت الرئيس خرجت طالب العهدة الخامسة أو خرجت الوداع؟ هذا مؤسف، هذا مؤسف، وهذا يدخل في تناقض تام لما يأتي على أقلامكم وبعض الأبواق. ما شفتوش الرئيس؟ وين هو الرئيس؟ بطل. شفتوا الرئيس خرج يبقي على خير ولا خرج يطلب العهدة الخامسة؟ احنا اللي يهبنا بالدرجة الأولى أن الشعب كانت عنده الفرصة شاف الرئيس فرح به. ربما الأقلام تأتي بتحليل أو بتحليل آخر، الصورة ما تخدعش. الشيء اللي شفناه في كل القنوات التلفزيونية، ورات الشعب الجزائري فرحان شاف رئيسه. والرئيس كانت له فرصة، لأن مرحبا باللي أعطاه الله، احنا ما ناش نغطوا الحقائق. الرئيس ما بقتلوش القدرة الصحية اللي كانت عنده في 2008، ما هوش يخرج صباحا ومساء. جات منشآت هامة في العاصمة خرج، راح دشن مسجد الكتشاوة بعد ترميمه، دشن توسيع خط المترو. الشعب الجزائري فرح برئيسه، ومن كان يقول الرئيس ربما راه واحد دمية هكذايا راه مخبيينها ويكذبوا علينا، شفنا حتى الناس يجي زائر اجنبي يقول لك نو نو يزون ترافيكي لي باش. هذا اعلام سي تراجيك، سي تراجيك، سي اوثنتيكمون الجيريان مالوريزمون.